سؤال آخر إذا أذنت لنا. سيدنا يوسف أخذ ألقوا في غيابة اللب وجاءت سيارة القصة ونشأ عند هذه المرأة. من رباه حتى علمه أخلاقيات لا إله إلا الله؟ قال ربنا في كليمه فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ده في سيدنا موسى. نعم. في يوسف قال فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وأقرأ القرآن بتدبر. مفيش فاستوى. مفيش واستوى. ليه؟ لما؟ استوى يعني إيه؟ استوى يعني 30 أو 40 سنة. خلاص؟ نعم. وتأتي النبوة عند 40 سنة باستثناء سيدنا عيسى وسيدنا يحيى. آتيناه الحكم صبية. سيدنا موسى فلما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما، لأن الرسالة لن تنزل إلا بعد 40. سوف يتعرض لابتلاءات فرعون وأهل مصر من الملأ بعد سن 40. نعم. سيدنا يوسف سوف يتعرض لإخوته وابتلاءاته والأحقاد والحسد وامرأة العزيز صغيرا قبل أن يستوي. قال فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما قبل أن يستوي، لأنه سوف يتعرض لفتنة مبكرا، فلا بد أن يكون في معية الله مبكرا. فمن الذي رباه؟ الله. الله 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 سبحان الله. يعني دايما يقال أن أول ما وقع في الجب، أول ما وقع وتركوه ظلوا يضربوه على يديه حتى إيه سقط. قصوة عجيبة. أول ما ترك حافة البئر كانت يد جبريل تحت أقدامه. يا الله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إذا انقطعت يا يوسف عنك أبواب الأرض الآن، فانفتحت لك الآن أبواب السماء. أبواب السماء فتحت في نفس اللحظة اللي تقطعت فيها كل الأواصر اللي في الأرض. اوعى تظن يا ابني أن إذا باب غلق في وجهك أن الله يغلق أمامك. أبدا، تفتح الأبواب كلها، بس إيه، خليك في معية الله. لا إله إلا الله. المعية الله تجعلك أنت قوي بالله عز وجل. أولنا على رسلك الله يرحمك. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بمجرد أن نزل. نعم. وضربوه على حافة البئر تلقاه سيدنا جبريل. انقطعت عنه أسباب الدنيا. نعم. فمن له؟ الله. بس لأن الله. إذا كان هو إنسان أصلا مطيع وأبوه رأى فيه نجابة، وأن الله يعني يعلمك ويعلمك. نعم. من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك كما أتم على. إذا فيه نجابة مختلفة. نعم. هل هذا الإنسان يترك هكذا؟ لا لا أبدا. لا، شوف، لو أن الدنيا كلها اجتمعت عليك فثق أن باب السماء مفتوح. قف على باب الله. لا إله إلا الله. وتذلل إلى الله واعلم أنه سوف يجيب طلبك في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت، وعلى الطريقة التي يريده هو، لا على الطريقة التي تريدها أنت. بس خليك أنت في معية الله. بس في معية الله استسلم. احنا مش قلنا من قبل يعني ان اردت ان تعود الى منازلك الاولى في الجنة فعرج بوادي المتهجدين فان القافلة تمر من هناك. صح. اما قلنا من قبل ان دعاء السحر سهام القدر؟ بلى. اما قلنا ان المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة؟ بلى. ليه تغيب عننا اخلاقيات لا اله الا الله؟ انظر الى لا اله الا لما تكون في القلب كيف تكون قوة الانسان. ثانية يستهين ينظر الى الناس كده سبحان الله. ولذلك سيدنا موسى وسيدنا هارون اول ما بلغهم بالرسالة قال يا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. للحظة بشرية قال الله ده فرعون، هو واحد عادي فرعون. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. بس خلاص. الله. واحد معه ربنا يسمع ويرى. هو هل هو مع هارون وموسى فقط؟ لا، مع الكل. مع الكل. ومع الكل. الكل عيال الله وهو رحيم به. نعم. الكل عبيده. الكل في معيته ان كانوا ان جعلوه في معيتهم. انا انيس من انسني وجليس من جلسني وانيس من ائتنس بي. هي كده. هي كده. فالمسألة ان افهم فقه لا اله الا الله. الصحابة فقهوها فكانوا اقوياء.
طيب يعني انا ساكمل مع فضلاتكم في الحلقات القادمه اخلاقيات لا اله الا الله، لكن يعني بعد هذا التجوال والتطاف هنالك سؤال يلح على ذهني من بدايه الحلقه، ما هي العوائق والموانع التي تمنع كثيرا من الناس عن التخلق باخلاقيات لا اله الا الله؟ عدم وجود لا اله الا الله اول عائق. سلم يا رب. طبعا. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هو مؤمن بالله لكن مشرك، يخاف من المخلوق، يخاف من مدير المؤسسة، يقول لك يخصم لي يومين، يفصلني، يعمل كذا، فلذلك ينافقه وينحني ده. لكن لا، المؤمن انا احترم الناس واجد اصحاب الاقدار وينزل الناس منازلهم، لكن لا انحني الا لله، لا اتضعضع الا لله. من دخل على حاكم او غني فتضعضع له لغناه او لجاهه ذهب ثلث دينه. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. طبعا ايه انافقك على ايه؟ انا انافقك ليه؟ انا خليني واضح الصوره يا اخي، خليني واضح الصوره. انا سبحان الله. فالمؤمن قوي بفقه لا اله الا الله. فاول عائق عدم وجود لا اله الا الله اساس. اتعبتنا يا فضيله الشيخ، اريد راحتك يا بني وراحتك. بارك الله فيك يا مولانا. نعم بارك الله فيك.